خليني استقبل الباشمهندس عبد الله، مهندس عبد الله عنان اللي بيساعدني في التجربه دي وبيشجعنا اكتر على الفتره دي، المهتم جدا بتخصص العلوم. الحقيقه ان هو اشترك معانا واحنا بنكمل اللي ابتديناه مع بعض. حلو جدا ان العلوم تبقى لطيفه وملونه وفيها مفاجآت مش تبقى كئيبه. عايزين نقربها للناس اكتر. ممكن تقولي خمسه واحد عشان ما احصلش حاجه عملنا اليوم. 3 2 1 فاينل فاينل ان شاء الله ان شاء الله. اهلا بيكم في حلقه جديده من شارع علوم. لو ده موجب وده سالب وانت برضه فيكي مجال كهربي يبقى ده يبقى ايه؟ موجب؟ سالب. سالب وده؟ موجب. موجب. صدمت كل الانسجه. حطيت عمود الازاز ده هنا، ايه اللي حصل له؟ اتعور. اتكسر. عايز تعرف السبب ممكن تروح تشوف الحلقه اللي فاتت. هزلهم هزلهم عشان يتفرجوا. فور ثري تو وان جو. هيحصل ايه لو الشمس اختفت؟ بالنسبه للارض مش هنعيش، مفيش حياه اصلا. وانت 5 جنيه ايه؟ عايزكوا انا هقول لهم ان انا اكتر واحد معروض. ايه ده وريني كده معلش. ايه؟ عايزين ايه يا جدعان؟ ما كفايه يا جدعان. اي حاجه بتبتدي عشان اعرف اجابتها لازم اعمل ايه الاول؟ اسال. ودايما بتتوقع اجابه السؤال يا اما بيبقى فيه اجابه على حسب اللي انت متوقعه او اجابه عكس اللي انت متوقعه. بخليها تتحلل، فبخليها تتحلل ازاي؟ بديها عامل محفز يسرع عمليه خروج الاكسجين للمجتمع. ماده من الثلاثه دول عامل محفز، يا اما ميه عاديه، يا اما ميه وملح طعام، يا اما ميه وملح خميره. ركز قبل ما تبتدي تختار الحاجة اللي هتحطها. لا هو لازم يبقى هيدروجين. احنا هنهرسك ولا ايه؟ برافو عليكم زغروطة زغروطة. انت السبب، انت السبب. طلع ان المحافظ بتاعي ثاني اكسيد المنجنيز ودي مية الاكسجين عشان تتأكدي ان انا ما بتعبش عليكم. وكمية أكبر للدخان. ها ها يلا بينا يلا بينا. طبعا ممكن انت ما تشوفهاش غير في جيم اوف ثرونز وعلى مسرح فينس. ايه اللي يخلي المرفأ ده؟ عندنا الصابون السايل كثافته 1100 يعني اللتر منه وزنه 1100 جرام. حتى حصلت لك حاجة؟ أنا سمعت إن في قطر. الترند بتاعك هيحصل إيه؟ هيحصل موت الركب. هتقف لحد هنا ولا تعمل حاجه تاني؟ حط معدن اقصد ايه؟ فعليه اكتب يا خد لي الصوديوم على جنب تعمل لي صوديوم الومنيت. طلع طلع النقط من الطول. قد ايه العلوم جميلة؟ قد ايه قد ايه سهلة؟
مش معقده.